القضية الفلسطينية الأردنية. فأعتقد يعني تحية كبيرة للكبير غسان كنفان الذي أغتيل في بيروت مع بنته قبل 50 عام في 18 من يوليو كل عام. أنا متأثرة جدا هذا المساء، هي الذروة، ذروة كل قافلة الإنجازات التي كانت القضية الثقافية والحراك الثقافي الوطني القرعاوي. هذا كان حلم أكثر من ربع قرن أن نستضيف أمسية الطنطورة، ولماذا أكثر من ربع قرن؟ أنا بنفسي حين كنت معيدة في جامعة حيفا يعني عاصرت كل تلك الأزمة والزوبعة التي كانت ضد أطروحة الماجستير التي قدمها إيه تيدي كاتس، والتي تعتبر النواة لمثل هذا الفيلم، فيلم الطنطورة إخراج المخرج الإسرائيلي ألون شفارتز الذي يوثق هذه المجزرة التي كانت في 23 أيار عام 48، وهي يعني نقطة في هذا البحر الكبير الذي نسميها النكبة الفلسطينية. كفر قرع ترفع الراية وتكون البلدية أو المجلس المحلي الأول الذي يستضيف هذه الأمسية. أنا لا أتكلم عن المجتمع المدني أو عن مجموعات تقوم بمثل هذه المبادرة، هذه المبادرة من الأهمية بمكان من أجل دعم ومؤسسة الذاكرة الجمعية والجماعية الفلسطينية. هذا الجيل الجديد، جيل الشباب الذي لا يعرف ماذا حدث لأجيالنا، وبالذات قضية المجازر، مجزرة كفر قاسم، مجزرة الطنطورة، سوف نسمع من خلال الفيلم حيثيات عن طريقة الاغتيالات والتصفيات والقتل والمذبحة التي كانت في الطنطورة، حقائق تقشعر لها الأبدان. ولكن المؤلم أن هناك الكثير من الباحثين اليهود مثل بيني موريس الذي طلع علينا قبل يومين من خلال مقالة التي تفند كل ما جاء في هذا الفيلم. هذا الفيلم يحمل اعترافات من أهالي الطنطورة، ناس الذين رأوا هذه المجزرة بأم عيونهم، باحثين، وثائق، تسجيلات لرجالات وجنرالات يهود، جيش يهودي من وحدة ألكسندروني التي قامت بمثل هذه المجزرة. من المهم جدا أن نعرف أن الحرب هي رواية تاريخية، روايتنا نحن للشعب الفلسطيني ورواية المحتل الإسرائيلي، هي رواية وحرب بين هربوا من بلادهم ومن بلدانهم أم هجروا وهربوا وقتلوا ويعني أذعروهم حتى يهربوا. هذه الحرب بين ارتكبت بحق الجرائم واقترفت المجازر أم أنهم هربوا لأنهم أرادوا أن يهربوا. لم نهرب ونرابط على هذه الأرض المقدسة، وهي تحية مدوية لأرواح أجدادنا الشهداء وضحايا مجزرة الطنطورة وكل المجازر وكفر قاسم ودير ياسين. ولكن أيضا لا يفوت على أحد بأنه بالثامن عشر من الشهر الجاري تموز، يعني مضى يعني مرة 50 عاما، نصف قرن، على ذكرى الكبير غسان كنفان الأديب المناضل الذي اغتيل في بيروت بتفجير سيارة مفخخة مع ابنة أخته بالضبط يعني قبل 50 عام، أي نصف قرن. هذه أمسية كانت لروح غسان كنفاني، لروح شهداء الطنطورة، رغم يعني تعاضدنا ومؤازرتنا لوجع أم الفحم. أعتقد أن بأزمة المرحوم رائد مجتمعنا تجلت فيه كل هذه الروح التي يعني تثبت لكل الدنيا بأن هناك لحمة روح واحدة، بأن هناك تعاضد ومؤازرة بهذا المجتمع، وحاجتنا لغرفة طوارئ لمجتمعنا وطنية لمجتمعنا الفلسطيني، حاجتنا لأرشيف يؤرشف ويوثق كل الانتهاكات التي كانت بحق شعبنا من مجازر، من انتهاكات ثقافية. وما دمنا لم نحتل ثقافيا فنحن لن نهزم ولن نهزم. الاحتلال بالبلدان يعني غلبنا على أمرنا، ولكن ثقافيا رسالتنا ألا نحتل ولن نحتل. شكرا لوجودكم معنا.